وصلنا لفقرتنا الأولى معكم نيرمين معروف. القصة بتصغر بتبلش صغيرة معنا وبتكبر من نحن وصغار. قصة الطموح يعني كنا نحن وصغار بنتمنى وبنطمح لحتى نكون شيء نحن وكبار. فاليوم الشباب بيحمل طاقات كتير كبيرة وهائلة وخيال خصب وبيسعوا دائما لتحقيق نجاحاتهم، وعن مين بيقدر يفجر هاي الطاقات ويستثمرها بشكل صحيح. دائما عفاف بنقول انه الشباب هو امل البلدان، وقديش بنعرف عن شباب يمكن عندهم احلام كثير كبيره، سمعوا كلمات ما بتقدر او مستحيل او تم الاستخفاف بطموحهم. رح نحكي اكثر عن طاقات الشباب وطموحهم وكيف نحن ممكن نعززها وحتى نقدر نساعدهم. بيسعدنا اكيد نرحب بالدكتوره يسرى عباس، محاضره في كليه التربيه وموجهه تربويه في تربيه دمشق. يسعد صباحك ورمضان كريم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نحكي بدايه، نحن وقت اليوم بنقول عن الشباب الطموح اللي عندهم طاقات هائله ولازم هي الطاقات تستثمر بشكل صح، مين هن هدول الشباب اليوم؟ نعم طبعا نحن بالنسبه للشباب حاليا بالواقع الحالي عندنا ثلاث شرائح، ثلاث فئات. فئه من الشباب تعيش بحياه خياليه انه عالم جاي مستقبل زاهر كله ورود، ما عندهم عرقلات، ما عندهم شيء يحطم لهم طموحاتهم. هذا النوع من الشباب طبعا بالنسبه له بيصطدم بالواقع، ما عنده وظيفه، ما عنده عمل، ما لا يملك شهاده. ادنى شهاده معه هو متوسط او ادنى، عم يحلم مسابقه، عم يحلم بوظيفه بدوام يومي. هاي الشريحه الاولى من الشباب. الشريحه الثانيه من الشباب ملتصق باهله، اتكالي، عم يتعلم، عم يدرس، بعده اهله بيصرفوا عليه، ضعيف تحمل المسؤوليه، خايف من غياب السند، خوف من انك تسلمي مسؤوليه. طبعا هدول اللي بيكونوا عم يدرسوا ويتعلموا والاهل عم يصرفوا عليهم، ما عم يشجعون على العمل على الطموح. الفئه الثالثه اللي نحن هي التي اغلبيه المجتمع، هي الفئه التي من الشباب التي نثق بهم، يدرس يتعلم، لديه طموح. هذا الشباب لديه طاقات خلابه مبدع، فهذا النوع من الشباب دائما يعيش الواقع، بيعرف كيف عم بيخطط لاهدافه. يعني تقدم وتطور المجتمع يقوم على هذا النوع من الشباب الذي دائما يفكر كيف يطور المجتمع. فنحن دائما نحن عمليات تطور المجتمع لا تتعلق بالرفاهية بالوفرة المادية، تتعلق بطموح الشباب، بالطاقات الخلابة عند هؤلاء الشباب ليستطيعوا انه يفجروا طاقاتهم لتطور هذا وتقدم الشعوب. يعني لولا طموح هؤلاء الشباب ما شفتي هالتقدم بالتكنولوجيا، ما شفتي هالتطور الرقمي، بالتطور الهائل والمتسارع بالتكنولوجيا والمعارف. فنحن نعتمد على هذه الفئه من الشباب. اما معنى كلمه طموح يعني باللغه طمح، يعني على وارتفع. طبعا هذا الطموح ايجابي وليس هناك نوع من الجشع او الطمع او الى اخره. في فرق كبير بين انه طموح وطموح. الى هذا الطموح هو غايته يحقق هدفنا. ما في انسان ما عنده طموح. يعني اذا جيتي الواقع من هو شو هو الطموح؟ كائن يعيش داخلنا يقول لنا بدنا نحقق رغبه نحن كنا نحبها. من انت وصغيره كان عندك رغبه انك تحققي امنيتي، تصير مثلا معلمه، مهندسه، دكتوره، اعلاميه. فلحقق الرغبه جواتي شيء دائما كائن عم بمحرك داخلي، باعث داخلي، استعداد لازم انا احققها. فاذا الطموح دائما شيء محرك داخلي يبعث فينا انه نعمل لتحقيق. فطبعا هذا الانسان او الشاب الطموح شاب مبدع يجتهد على نفسه ليطور نفسه ليحقق هذا الهدف. ما هو هذا الهدف؟ تطوير المكان اللي هو فيه، حصوله على الشيء اللي هو عم يطمح له. طبعا نحن في بعض المجتمعات يطمح الشاب يبني المجتمع ومنهم يهدم. فنحن الطموح مو دائما، احيانا البعض عم يطمح ليحقق اهداف ماديه خاصه فيه. فنحن الطموح له انواع، اما فردي خاص فيه هو ما له علاقه بالمجتمع، بينما في بعض الافراد طموحهم يطوروا نفسهم ينعكس على المجتمع. اذا واحد اكتشف والله بديل للطاقه قديش حلو، بالزراعه اكتشف شيء جديد، طبعا بالكهرباء، بالحياه الاقتصاديه، فهذا انعكس علي وعليه وعلى المجتمع وطور نفسه وانشهر. فلذلك نحن صفات هذا الشاب الطموح يعني له خصائص معينه. من لاحظتك بتشوفيه انه مبدع، كلماته منطقي، تفكيره منطقي، جريء، شجاع، عم يحكي على افكاره. نحن كونه في عنا حاليا يعني في قتله للطموح، يعني مهمشين، الاقارب بيستهزوا منه. يعني اعطيكي مثال،
مخترع الرسوم المتحركة توم وجيري، رسم قطة وفارة هيك وقدم على صهره ولزوجته، قال لهم شايفين هاي بدي اكسب منها الملايين. قالوا شو هاد؟ يعني جن كأنه راسم قطة قال حاكسب. فمن بدايته يعني تشارك هو وواحد تاني لحتى حققوا، طبعا هو ويليام هانا والتاني جورج بيبيري، طبعا حقق أعلى نسوب هلا حاليا برسوم متحركة. فنحن بيجي الاستهزاء من الأقارب، السخرية، إذا يبتعد عن هالنوعية اللي بيستهزوا فيه وبيجي. إذا يجب أن يكون واثق من نفسه، جريء، شجاع، ما ينظر الآخرين، ما يرافق الأصدقاء اللي بيحطموا معه. فإذا بيقول لك أنا بعرف إمكاناتي، بعرف قدراتي، أنا طموحي إني أطور هالمكان اللي أنا فيه، أبدع، ساوي، فبينظروا له مثل ما قلت بعض الموجودين حوله بالاستهزاء، فهو دائما صح أنا بتقبل النقد، بستمع للآخرين، أصغي لهم دون حوار، لكن برجع لعقلي، لأنه بيكون الطموح ذكي، ليس يعني العكس إنه الذكي دائما يكون طموح، لا، لكن الطموح ذكي. والطموح ما عنده قناعات يعني بانه يوصل لهالمكان ويوقف. فالطموح مثل ما قال شكسبير انه لا نهايه له، والطموحين ما بيشيخوا ما بيختيروا، بتلاقيهم على طول في ابداع عندهم، في تطور، في حيويه، في امل. فيعني يعني شو الواحد كثير من الشعراء حكوا بهالموضوع هذا، لكن انا بيجي لصفات الشخص خصائصه هذا الطموح، يعني مثل ما قلت ما بيستسلم، ما بدغري من اول عرقله. الطموحين بيعانوا المجتمع، الطموح هو المعاناه. أنا طموحة أطور عملي بالتربية بمكان أنا موجودة، بعاني من بعض اللي بيقولوا لا لما في ما في مجال خلص هيك قررنا هي. فلذلك نحن هالمعاناة هي اللي بدها تخليني لسه أطور وأبدع، ما دام أنا شايفة إنه رأيي صح مثلا. هيك اللي بيكون عنده طموح مثل ما قلتي، يعاني، بده لا يستسلم، يسقل مهاراته، تطوير وتدريب لهالمهارات حتى يحقق طموح. يعني أنا لحتى أبدع وجيب شيء جديد ما حدا جابه وإعلى لمكان، الطموح هو العلو والارتفاع والحصول على جائزة، على منصب، على مكانة مرموقة أعلى من زملاء اللي حولي. فإذا أنا بدي كتير علي أني أتعب لوصل، بدي جهد بدون كلل. يعني دائما هيك عم تدور الفكرة، بيقول لك عم تدور الفكرة، اللي عم يخترع مكان الطاقة البديلة ولا عم يخترع يعرف كيف يعني موضوع معين بباله مشكلة. فإذا هون نحن هذا الشاب الطموح علينا دائما دعمه، دعم الشباب الطموحين بالمجتمع، لأنه هن اللي يحلوا أغلب مشاكلنا، قضايا العصر كلهم. يعني أنا لما بيكون مبادرات ومؤتمرات دعم مجتمعي لهم، ليس يعني دعم أسري، الله يوفقك يا ابني، روح الله يكون معك، الله يرضى عليك، طبعا بحاجة للدعم المجتمع، بحاجة للدعم الإعلامي الثقافي لحتى أنا أطور من مستوى الاقتصاد، من مستوى التجارة، زراعة، صناعة. معاملنا في كتير آلات، مثلا أعطيك مثال اللي بيدرسوا تعليم مهني، إنه هدول تفكيرهم شو عم يفكروا؟ أنت جبناهم من التاسعة على الصناعة، عندهم آلات هاي متعلمة، ما بعرف كهرباء، هذا خراطة، هاي البنات فنون نسوية، تصميم، بيضل عندها حلم إنه تصير مصممة أزياء، بيتوقف طموحها إنه أخذت شهادة وقعدت بالبيت. فنحن ليش ما بيكون ربط طموح هؤلاء الشباب بيعمل بالمجتمع؟ فأنا الشاب اللي دخل مجال الكهرباء بتشوفيه عملي. نحن مو ليس الذكاء يعني إنه نظر إنه مهندس درس وتعلم وصار مهندس، أكمل تعليمه وحصل على أعلى المستويات دكتور. هذا الدكتور ما بده يطور عمله من خلال البحث والدراسة والمؤتمرات العلمية. فنحن الطموح بيقتل، إذا الإنسان توقف عن طموح تطوير نفسه فهون قتل كتير أشياء ودمر نفسه ودمر اللي حولي. فأنا الإنسان بيقدم فكرة جيدة لمجتمعنا قدم لي وللمجتمع طور. فلذلك نحن يعني مثل ما قلت ما بيستسلم، صبور وجريء، نعم، ودائما طيب عم يحترم نفسه. طيب نعم. خلينا هيك اكثر نحكي اليوم، بنسمع عن مقوله بيقولوا انه دائما الطموح ما بيموت، وبنشوف كثير عن حالات بعمر متقدم جدا قدرت تحقق طموحها. خلينا نحكي لك عن الواقع والمجتمع السوري. نعم. للاسف لما نحكي انه نحن الشباب مآمنين بقدراتهم وعندهم طموح، هذا حكي اكيد لا غبار عليه، ولكن الظروف شوي او كثير كانت يلي مرقت على الشباب السوري صعبه. فاليوم كيف اليوم خلينا نحكي عن الشباب السوري، كيف اليوم ممكن يواجه هاي الصعوبات؟ كيف في يعني يحقق طموحه يرجع لقبل الحرب؟ يعني احنا عم نحكي حرب واكثر من 10 سنين وظروف زلزال وكثير من العوامل المعيشيه اكيد اثرت على طموح الشباب. نحن دائما مثل ما قلتي الاصطدام بالواقع، هو طموحي عالي جدا، فكثير من هون طبعا مثل ما قلت يجب ان يشارك طموحه مع الاخرين هذا الشاب، وما بيجعل نفسه يعني انه هو يعني لحاله. فنحن عاده في بعض الناس ما بيشاركوا،
يعني عندهم طموح، عندهم معلومات، بيقولوا لحالي انا بدي اوصل لهالنقطه قدام. فلذلك نحن مجتمعنا انه من الناحيه الماديه دعم هذا بالشباب الطموحين، كمان شابات او فتيات، الاخذ بيدهم من خلال عرض مبادرات مثل قروض، مشروعات صغيره. نحن عندنا كثير في هيك جمعيات ومؤتمرات بتصير لضم هالشباب القاعدين، حصلوا على شهادات، حصلوا على تعليم، ما نجحوا بمسابقات. شوفي نحن هي الواقع، وصل لمرحله من التعليم، قدم مسابقه ما نجح، قاعد عم يشتغل اعمال حره وهو يملك شهاده جامعيه اكاديمي ومتخصص، ما لقى عمل. لذلك نحن هالفئه هي، هالشريحه هي اللي طبعا ثلاث ارباع من مجتمعنا، 98%. يعني انا اللي توظف وحصلوا على مكانات واماكن معينه، قد يكون اشتغل بمكان غير شهادته اللي درس عليها كل عمره. فلذلك الطموح انه يحصل على ادنى متطلبات المجتمع، يعني انه حياه بسيطه، غير يعني يعيش بيت وزوجه واولاد الى اخره. فهلا حاليا المعاناه من الوضع الاقتصادي والغلاء والى اخره، فهون الشاب يوقف طموحه، ما عاد يعني صار بده ادنى متطلبات العيشه، ما عاد بده فوق، ما عاد فيعني ما عاد طموحه بقصر او سياره، بس انه يعيش. فلذلك نحن هالنوعيه بحاجه لدعم المجتمع، يعني النهوض بهالشيء، تكاتف الاعلام والثقافه والتربيه، كلنا لازم نتساعد بهالموضوع. يعني انا بكثير محاضرات المراكز الثقافيه بحكي عن ربط التعليم بالعمل. هلا الصناعه يروح على هالمعامل التي اغلقت، هالآلة اللي عفنت، هلا في آلات كثير مغلقه، نجيب هالطالب ندربه عليها، نجيب مهندسين يدربوا ينطلق هذا المعمل ويعيد تفعيله. مثلا بالنسبه لمعامل كذا وكذا والى اخره، يعني انا ما بالصناعه ما كثير بعرف اختصاصاته، لكن انا بعرف انه اذا اخذتيه للواقع هذا هون تفكيره بالعظم. يعني بيشتغل تمديدات صحيه بصراحه، بساعتين بيطالع قد راتب استاذ. يعني انا بعرف اللي بيشتغل بالاعمال الحره، سباك، كهربجي الى اخره، ساعتين بيحسب لك اياها 180,000 الى اخره، صارت اسعار غاليه. فنحن حاليا علينا ان نساعد هؤلاء الشباب الطموحين لديهم فكر واعتقاد. فكان المتنبي قال اذا غامرت في شرف مرون فلا تقنع دون النجوم. يعني دائما الطموح لازم يكون يفكر، دائما يكون بالقمه ما ينزل. فيقول جنرال عسكري انا ما بخاف من الفشل، ما بخاف من الخساره، بخاف انه هذا المحرك اللي جواتي اللي بيضل يقول لي انه ينطفي هالمحرك هذا، يوقف انه دائما بالقمه لازم يكون واحد، في واحد بالقمه، ليش ما بكون انا؟ فنحن دائما الانسان عنده طموحات. وكثير من الشعراء حكوا من يتهيب صعود الجبال يعشق بالدهر. طبعا في واحده بتقول اوسكار وايلد بتقول او مادونا انه ان تعيش عاما واحدا كنمر خير لك ان تعيش العمر كخروف. صحيح. فشوف فيها الامثال انه بتشجع الطموح. فنحن كل انسان عنده طموح، فمن ليس لديه طموح ليس لديه معنى للحياه. فلذلك نحن هؤلاء الشباب يجب ان ناخذ بيدهم ونساعدهم وندعمهم كيفما كان بالافكار. طبعا نحن الدعم فكره، مال، احترام وتقدير لذاتهم، ساعدهم في توجيههم. يعني في كثير ناس بتشوفي قاعد عم يحكي معك كثير موهوب، تشعري انه ذكي جدا، بس بحاجه مين يحتضن هالافكار، فنان بحاجه تاخذيه للفن. طبعا انا بشوفهم بالمدارس بسال هالطفل، طفل يعني صف ثالث رابع، شو موهبتك؟ بحب كله يصير دكتور. بقول له طبعا لتصير دكتور بيكون متفوق بكل المواد، بالرياضيات فقال ايه بصير شاطر بهالحكي. فنحن عاده تبصيرهم بامكاناتهم. فكل انسان بيكون طموح جدا، بيعرف امكاناته، بيعرف قدراته، عنده تبصير بالامور بالمستقبل. في كثير ناس بتقول لك انا ما بفكر لليوم، بفكر لعشرة ايام قدام، ما بفكر هلا، عم بفكر مستقبلي شو بدي يصير، معقوله بدي يكون مثل عمي ولا مثل خالي هيك يعني. فنحن هذا جيل ذكي بصراحه، ذكي لانه جيل التكنولوجيا، جيل الزر، شوفي هيك عم بدور على الكبسه. فنحن بدنا ناخذ بايدهم حتى ننهض ونعيش. يعني انا كيف بدي اعيش بالرفاهيه؟ الدول اللي عايشه بالرفاهيه، الميكروويف، وست ما بتطبخ، وست ما بتعرف لا المقدوس ولا المخلل. تمام. خلينا دكتوره نوقف عند نقطه مهمه، عندما الشباب هدول وقت بتبوء محاولاتهم وطموحاتهم بالفشل، فهون ممكن ينطفي بصيص الامل والشغف يلي جواتهم، وممكن توقف الحياة هون وما بقى يشتغلوا شيء، ويوصلوا لمرحلة من الاكتئاب واليأس والفشل اجتماعيا وعمليا ومن كل النواحي بالحياة. هون الشخص يلي بقت محاولاته ولا طموحاته بالفشل، شو النصيحة هيك أهم نصيحة ممكن نوجه له إياها لحتى يشتغل عليها؟ يعني مثل ما قلنا إنه هذا الإنسان طموح، دائما علينا أن نشجعه كي لا يفشل، كي لا يتحطم نفسيته، نعزز ثقته بنفسه، رفع هذه الثقة. مجرد شفت شخص عنده هيك أفكار بساعده،
بقول له عن جد انت امكاناتك هائله وعندك نعم. افكار خلابه، بصير انا اوجهه يعني حطه بالطريق السليم. لا تستسلم، نعم. بجوز يجوك ناس بينزلوا من معنوياتك، خليك قوي، خليك جريء، في عندك ورش تدريبيه، نعم. في مراكز لتطوير مهارتك، هي روح طور مهارتك بهالمكان. شكراً. صدقيني يعني نحن كثير هيك بنقول لهم اعملوا واشتغلوا، ف بتزيدي من شحنه ايجابيات، بتشوفوا اليه الدماغ عنده مهمه، نعم. يعني توازن الانفعالي مختلف، تفكيره شكل، القعده معه شكل، نعم. بتشوفي يعني للاسف وقتنا خلص مع حضرتك، صار وقت نروح لموجز للاخبار الساعه 10. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيكي ونورتينا.